معنا رسائل كثير بالبرنامج. أول رسالة جاء من إيطاليا، هي إهداء من مؤلفة إيطالية مقطوعة لأوركسترا سيمفونية مع إلكترونيات، هي أول مرة نقدم هيك مقطوعة، اسمها سوريا، حابة تشارك معنا وتساهم معنا باللحظة اللي عم نعيشها نحن بسوريا. للأسف بأول آدار كمان غادرنا الأستاذ نوري الحيباني قائد الأوركسترا والمؤلف السوري، فتحية له، رح نقدم رسالة حب، مقطوعتين كمان من تأليفه من صور موسيقية من الشرق. والجزء الثالث، الرسالة الثالثة، هي السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، يلي هي الناس بتسميها القدر يقرع الباب، ولكن بيتهوفن ما قال هذا الشيء، بس هي بداية كتير درامية، وبالنهاية في عنا طاقة للحياة وفي عنا الأمل، فيمكن أكثر مقطوعة ممكن تعبر عن الحالة اللي عم نعيشها وعن خيارنا للمستقبل. من واجبنا كموسيقيين نقول إنه الحياة مستمرة، نرجع بالأمل والعمل بالموسيقى من خلال برنامج كأعد خصيصا يناسب، ما بدي أقول هي المناسبة، نحن هي مناسبة قريمة اللي صابنا، ولكن اليوم مثل ما قلت لي الشعب السوري شعب محب للحياة وشعب يوم يومه كان دائما صامد وكان دائما يعني مقبل للحياة بشكل اندفاعي، فمن هون اجى اليوم برنامج الفرقة السيمفونية بسيمفونية القدر لبيتهوفن. عملنا برنامج بيناسب هذا الواقع اللي عم نعيشه، ومجرد انه نحن انه لسه عم نعمل حفلات انه معناتها الحياة مستمرة رغم كل الظروف.